من رام الله ينضم إلينا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي أحمد زكرنا. أستاذ أحمد أهلا بحضرتك. كثيرا ما تم استعراض القضية الفلسطينية عبر مظلوميتها التاريخية على منصة الأمم المتحدة، لكن أمرا ما جديد يبدو أنه طرأ هذه المرة، كيف بدأ برأيك؟ يعني مساء الخير لك أستاذ أحمد ولمشاهدينا الكرام ولكل شعبنا في مصر. أكيد مصر وبعد أزمة 2011 اليوم هي تعود وبقوة إلى دورها الإقليمي، دورها وقامتها ومقامها في هذه المنطقة. وأهم هذه النقاط وهذه الملفات هي الملف الفلسطيني، هذا الملف الذي ابتدع منذ بداية الثورة الفلسطينية بإنشاء منظمة التحرير الفلسطيني بالحاضنة المصرية منذ الزعيم الراحل جمال عبد الناصر. اليوم مصر تلعب دورها وتعود إليه وتعود بقوة، قوة تدلل على أن فلسطين أو من كان يحاول أن يسحب الملف الفلسطيني من يد مصر إلى أي مكان آخر ثبت بالدليل القاطع أنه محاولات فاشلة، وأن الخيار والحل والربط فقط في مصر. اليوم مصر تعود وتقول لا نريد بقاء القضية على ما هي عليه، ولكن نريد لها حلا واقعيا عادلا للشعب الفلسطيني وللقضية العربية بشكل عام. طيب أستاذ أحمد، من بين ما ذكرته حضرتك للتو أن هناك البعض ممن كانوا راغبين في سحب ملف القضية الفلسطينية من الأيدي المصرية، لا. هل كانوا يرغبون أولئك القوم في أن يعالجوا القضية الفلسطينية على طريقتهم، ولا كانت المسألة فقط بغرض المكايدة؟ هي بكل تأكيد ليس فقط بغرض المكايدة، ولكن بغرض تفتيت الوطن العربي وتفتيت قواه التي تكمن بالأصل في مصر. القوة الحقيقية للوطن العربي هي محورها الرئيسي في مصر، وبالتالي إضعاف مصر يأتي من إضعاف دور مصر في المنطقة وليس فقط في الداخل المصري. ومصر حينما تقف مع فلسطين فهي تقف مع نفسها، لأن الملف الفلسطيني هو أمن قومي مصري في المقام الأول. نعم. ولنكن صريحين، اليوم مصر تعالج الشق في غزة، شق المسألة في غزة، لأنها تعالج المسألة الأمنية، مسألة الإرهاب الذي ضرب المنطقة ككلها بحجة أن هناك قضية تسمى القضية الفلسطينية. هذه الورقة التي لعب فيها كثيرا ولوح بها الكثير بأن هناك مظلومية في المنطقة، ومصر اليوم تحاول أن تنزع الفتيل وتسحب هذه الورقة من هؤلاء. وقد قالها الرئيس السيسي في خطابه في الأمم المتحدة صراحة بأن علاج القضية الفلسطينية هو علاج لكل الإرهاب في المنطقة بل هو في العالم أجمع. أستاذ أحمد، يقول البعض، بعض الراصدين، أن مصر استطاعت أن ترسخ القاعدة التي ترتكز عليها قبل أن تضع أسسا لحل القضية الفلسطينية، وهي إيجاد أفق حقيقي وجاد المصالحة الفلسطينية الداخلية قبل الذهاب إلى مفاوضات مباشرة مع الدولة العبرية. إلى أي مدى يبدو هذا الأساس راسخا هذه المرة؟ هو راسخ لأسباب عدة. أولها أن البعد الحقيقي لجغرافية غزة هي مصر، ولا يمكن لغزة ولحركة حماس في غزة أن تجد حلول خارج أو بعيدا عن مصر. وفي نفس الوقت البعد التاريخي والثقافي والتراثي والوطني والقومي للسلطة الوطنية الفلسطينية هو أيضا في مصر، وكنت أشرت قبل قليل أن منظمة التحرير قامت وأنشئت في حضن مصر، وبالتالي البعد السياسي هو في مصر. مصر هي التي رسخت هذه القضية وكان لها الدور الفاعل في الثورة الفلسطينية، واليوم سيكون لها الدور الفاعل في إيجاد الحلول السلمية. وهذا وإن كنا تمنينا أن يكون خطاب السيد الرئيس السيسي بخطاب الشعب بلسان الشعب الفلسطيني وليس متحدثا إلى الشعب الفلسطيني، نحن نعلم تماما أنه يحاول سحب الذرائع من الآخرين، ممن يحاولون إغراق القضية الفلسطينية وبالتالي إغراق المنطقة بأكملها في دوامة الإرهاب بحجة القضية الفلسطينية. واليوم نحن نمشي والسلطة توافق تماما على كل ما تتخذه مصر من مواقف سياسية ومن إجراءات ومن أطروحات، وأعتقد أن موقف حركة حماس الأخير لإدراكها أن كل اللاعبين الذين كانوا يحاولون اللعب
بورقة القضية الفلسطينية فشلوا فشلا ذريعا، وبالتالي هم عادوا إلى رشدهم وعادوا إلى الحاضنة الأساس وهي مصر. ونتمنى على قيادة مصر أن تكمل في هذا المشوار وأن نصل إلى نتيجة، وأعتقد أن الأسس هذه المرة ليست لمجرد الجلوس والحديث في تشخيص الانقسام، ولكن في حل الانقسام، وهو ما أدى إلى إعطاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورقة إضافية بأنه اليوم يتحدث باسم الكل الفلسطيني وليس جزء، وهي كانت الحجة الأمريكية والإسرائيلية في السنوات العشر الماضية. بعدما أنهى الرئيس السيسي توجيه رسائله إلى مختلف الأطراف ومن بينها الشعب الفلسطيني والقادة العرب ورئيس الإدارة الأمريكية دونالد ترامب، ما الذي تبقى من ذرائع برأيك لسلطات دولة الاحتلال حتى يمكن أن تتذرع بها فكاكاً من الذهاب إلى مفاوضات؟ يعني دولة الاحتلال إن حاولت أن تلعب ستحاول أن تخرب المصالحة، وأعتقد أنها لن تخرب لأسباب عدة، منها أن حركة حماس أدركت أن بعدها مع الإخوان المسلمين لن يتحقق في هذه اللحظة التاريخية، وبالتالي هي تريد أن تكون لاعبا أساسيا في السياسة الفلسطينية من جهة وفي المنطقة من جهة أخرى، فهي تحاول الدخول إلى المعترك السياسي الفلسطيني من خلال المصالحة مع السلطة الوطنية، ومصر اليوم تقدم لها الفرصة بأن تكوني شريكا لا تكوني عدوا، وبالتالي هي ستمشي مع مصر في هذا الشق. إسرائيل ستحاول أن تقوم بالدور الذي تقوم به دائما، وهي إنادة وقت التفاوض إلى ما لا نهاية، وهو ما كان قال عنه سابقا رؤساء وزراء إسرائيل منذ اتفاقيات كامب ديفيد إلى يومنا هذا، كانوا يحاولون طيلة الوقت أن يطولون أو يطولون في موضوع التفاوض إلى 20 سنة وأكثر. اليوم الذرائع تسحب، وتحديدا نحن نتحدث أن هناك إدارة أمريكية تريد أن تضع أو كما أسمتها هي الصفقة الكبرى أو صفقة القرن على الطاولة للتوقيع. إن كانوا جادين فنحن أيضا كعرب، ولا أقول هنا كفلسطينيين، نحن كعرب بقيادة مصر جادين وجاهزين للجلوس إلى الطاولة، ولكن على قاعدة أن حل الدولتين، دولة فلسطينية إلى جانب الدولة الإسرائيلية. كانت دوما في الأعوام الفائتة إسرائيل تشترط مفاوضات غير مشروطة بأن يذهب الفلسطينيون مباشرة دون ضمانات، دون حديث عن ضمانات، دون حديث عن انسحاب من البؤر الاستيطانية التي استولت عليها بسعار غير مسبوق في الأعوام الفائتة. هل هناك ضمانة ما للذهاب إلى مفاوضات، ضمانة ينادي بها الفلسطينيون مثلا؟ لا يمكن أن يذهب الفلسطيني إلى مفاوضات غير مشروطة، تحديدا ونحن نتحدث عن أن هذه المستوطنات قد أكلت من الأساس ما يتجاوز 20% من أراضي 67، ولا نقول من فلسطين التاريخية، وبالتالي لا أعتقد أن القيادة في مصر ولا في فلسطين ستوافق على هذه الشروط، ولكن ستحاول تقريب وجهات النظر كي يكون هناك حلول جادة، كتبديل بعض أجزاء بسيطة جدا من الأراضي إلى آخره، ولكن أن تضع إسرائيل شروط بهذا السياق وتحديدا في موضوع الاستيطان، فأعتقد أن الأمور ستتعقد في هذا الشق، لأن لا يوجد فلسطيني يمكنه أن يفاوض على 70 أو 80% من اللي يكونوا 20%، وهو الحق الكامل لفلسطين التاريخية. نحن وافقنا بأراضي 67 والتي تمثل 22% فقط من فلسطين التاريخية، وبالتالي لا يجب ولا يصح ولا يستطيع أن يأكلون من هذه النسبة نسبا أخرى. الأستاذ أحمد زكرنا، الكاتب والباحث السياسي، متحدث لنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا لك.